السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. الكمون يا جماعة من الأعشاب المتوفرة دائما في جميع المنازل، ويستخدم كبهار للأكل، وهو متوفر تقريبا في كل المنازل. النهاردة هقدم لحضراتكم باستعمال الكمون طرق علاجية جميلة جدا، يمكن الاعتماد على الكمون في علاج الحالات ديت. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم الطرق، حابين نقول ان لا يعتد بالمعلومات اللي هنقدمها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وابدا استشارة الطبيب. نقدر نعالج حالات المغص وسوء الهضم وانتفاخ المعدة والديدان المعوية وحالات البرد باستخدام الكمون. طريقة بسيطة جدا، هناخد مقدار معلقة صغيرة من الكمون، نبدأ نضيفها لمقدار كوب من المية، نغليه على النار، بعد كده يمكن تصفيته وشربه بمقدار من كوب إلى كوبين في اليوم. كمان نقدر نعالج بالكمون حالات التشنج العصبي وضعف الشهية، والطريقة بسيطة جدا، هناخد مقدار معلقة صغيرة من الكمون ونبدأ ان احنا نضيفها الى مقدار لتر من المية ونغليه على النار ونشرب من الخليط دوت من مرة الى مرتين في اليوم. يمكن كمان عمل طريقة اخرى عن طريق ان احنا ناخد مقدار ربع معلقة من الكمون المطحون ونبدأ نضيفها الى معلقة من العسل ونخلطهم مع بعض بشكل جيد، ونبدأ نستخدم الخليط دوت بمعلقة في اليوم نعالج به مشكلة ضعف الشهية وحالات التشنج العصبي. كمان يمكن الاستفادة من الكمون في علاج حالات آلام الروماتيزم. طريقة بسيطة جدا يا جماعة، نستخدم في الحالة دي زيت الكمون، وده طبعا متوفر عند العطارين، هنستخدمه على أي مشروب دافي سواء كان شاي أو عصير أو أي مشروب احنا بنحب نشربه، هنضيف عليه 10 قطرات من زيت الكمون، والمريض يقدر يشربه مرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد العشاء، بيعمل على تسكين آلام الروماتيزم. كمان حابب أقول لحضراتكم إن الكمون ممكن الاستفادة به في شفاء الجروح أو القروح. طريقة بسيطة جدا عن طريق خلط زيت الكمون مع العسل مع الكمون المطحون بمقادير متساوية، ويستخدم الخليط دوت في دهان الأماكن المصابة. كمان ممكن الاستفادة بالكمون في علاج الجرب أو الحكة عن طريق استخدام الكمون المطحون مع الملح بمقدار من معلقة من الكمون مع من ربع إلى نص معلقة من الملح، واستخدام الخليط دوت بعد خلطه بشكل جيد في دهان موضعي على الأماكن المصابة بالحكة أو الجرب. أخيرا حابب أقول لحضراتكم في المسألة الجمالية، يمكن الاستفادة بالكمون في إزالة البقع من الوجه، وبيعمل على تنعيم البشرة. الطريقة بسيطة جدا، هنستخدم مغلي الكمون بمقدار معلقة لكوب من المية، وبعد كده يمكن تصفيته واستخدامه كغسول للبشرة بمعدل 3 مرات في اليوم، هيعمل على إزالة البقع من الوجه وهيعمل على تنعيم البشرة. دي سريعا بعض طرق العلاج للكمون، مش حابب اطول على حضراتكم اكتر من اللازم. الكمون من الاعشاب الممتازه جدا، رائعه يا جماعه. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالمعلومات اللي في الحلقه. شكرا لكم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.